السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو. سيارة اللي حنجربها اليوم ونعطيكم تفاصيلها هي بيستون تي 99 موديل 2022. وإذا حابين تجربوا أو تشتروا أو أي معلومة إضافية ما غطيناها في التجربة، أدخلوا موقع saudiauto.com.sa وتحت تجربة القيادة عبوا الاستمارة، وإن شاء الله حنلبي طلباتكم. والحين خلونا نبدأ تجربة السيارة البستون تي 99. بستون تي 99 هي سيارة كروس أوفر حجمها متوسط، تنتجها مجموعة FAW تحت اسم العلامة التجارية بستون، ومكانها فوق السيارة تي 77. قدمت مجموعة FAW السيارة بستون تي 99 أول مرة في معرض شنغهاي للسيارات في إبريل عام 2019 مع سيارة المفهوم اللي هي تي سكوير، وبعد كده طرحوا التي 99 للبيع في الصين في نوفمبر 2019، والحين دشنوها في أسواق واجنا في السعودية كموديل لعام 2022. وتنافس التي 99 كل من جيلي أوكافانجو وام جي اركس 8 وشنجان سي اس 95 وهافال اتش 9 وجي تور اكس 90 وفورد اكسبلورر ومازدا سي اكس 9 وشيفروليه ترافيرس وتايوتا فورشنر ونيسان باث فايندر. تتوفر بستون تي 99 موديل 2022 في أسواقنا بثلاثة طرازات. الطراز الأول اللي هو الديلوكس وسعره 117276 ريال، ما يعادل 31274 دولار. والطراز الثاني اللي هو البريميوم وسعره 122567 ريال، ما يعادل 32685 دولار. والطراز الثالث اللي هو الليموزين وسعره 127735 ريال، ما يعادل 34063 دولار. طبعا هذه الأسعار شاملة قيمة الضريبة المضافة ورسوم اللوحات، والضمان المتوفر من الوكيل هو 6 سنوات مفتوح الكيلومترات. وعملنا مقارنة ما بين أسعار التي 99 ومنافسيها والضمان المتوفر من الوكيل، حتظهر أمامكم على الشاشة. وحنتكلم اليوم عن الفروقات بين الطرازات الثلاثة، وهنا أبغى أوقف عن نقطة وأبغاكم تنتبهوا لها، وهي أن الطراز الستاندرد البيسيك الديلوكس شوفوا المزايا المتوفرة فيها مقارنة مع الطراز الفل الليموزين. أبعاد البستون تي 99 الطول 480 سنتيمتر والعرض 191.5 سنتيمتر والارتفاع 168.5 سنتيمتر وطول قاعدة العجلات 287 سنتيمتر. زاوية الاقتراب 20 درجة وزاوية المغادرة 25 درجة، وارتفاعها عن الأرض أو خلوصها الأرضي هو 19.2 سنتيمتر. ومثل ما دائما بنقول إنه أبعاد السيارة وطول قاعدة العجلات، طبعا هذه بتلعب دور مهم جدا في شكل السيارة من الخارج ومساحة المقصورة من الداخل. التصميم الخارجي للسيارة بستون تي 99 مستوحى من سيارة المفهوم اللي هي بستون تي سكوير اللي دشنوها في معرض شنغهاي للسيارات عام 2019. وفكرة التصميم بكل بساطة انه بستون بتقول انها مستوحاة من النظرية العاكسة للضوء والظل. جوهر النظرية هذه نشوف انه التصميم يجي بزوايا دائرية ومنحنيات. شبكة التهوية الأمامي اتطور وصار من 6 أضلاع إلى 8 أضلاع، وداخله 118 قطعة مزخرفة كثافتها عالية مطلية بالكروم. غطاء المحرك نشوف الخطوط والتجاعيد الموجودة على غطاء المحرك اللي تبرز شخصية السيارة البستون التي 99، وكمان نشوف اللي هي فتحات شكلية ما لها وظيفة موجودة على جوانب غطاء المحرك اللي بتعطي شكل رياضي للسيارة. الأضواء الأمامية جاية بلمبات LED وأضواء نهارية LED وتعديل الأضواء الأمامية وأضواء ضباب ثلاثي LED تتوفر في كل الطرازات، لكن نظام الإضاءة التلقائي ما تتوفر إلا في الطرازين الوسط والفل. صدام الأمامي جاي بتصميم هندسي، وعلى جوانبه اللي هي أضواء نهارية LED عمودية حنشوفها في كل الأجيال الجديدة للسيارات بستون. نشوف انهم وفروا كاميرا امامية، وكمان نشوف انهم وفروا في الطراز الوسط اللي هي حساسات امامية للمساعدة في الوقوف في المواقف.
ومجرب السيارة نشوف أنه موفر كروم حوالين النوافذ الجانبية. وكمان كان ودي أشوف لو وفروا اللي هو الروف راك أعلى سقف السيارة، بيعطي السيارة شكل رياضي وطبعا لها وظائف تحميل كمان. المرايا الجانبية تيجي بلون هيكل السيارة على قاعدة سوداء وعليها اللي هو مؤشر الانعطاف، تعمل بتحكم كهربائي وتنطوي آليا، وفيها تدفئة في كل الطرازات. والميزة الجيدة فيها إنها على هيكل السيارة زي ما تشايفين، وما هياش على النافذة الجانبية. طبعا هذا إيش بيسوي؟ هذا بيخفف من دخول صوت الهواء الجانبي لداخل المقصورة. وكمان نشوف أنه موفروا كاميرات جانبية على المرايا الجانبية. ومن المزايا المتوفرة في جانب السيارة اللي هو خط الحزام الموجود من الأضواء الأمامية، ويمتد جانبيا ويلتحم مع اللي هي الأضواء الخلفية. وكذلك نشوف مقابض الأبواب تجي بلون هيكل السيارة تعمل بالبصمة. ونشوف كمان إن موفروا شريط بلاستيك أسود موجود اللي هو حوالين السيارة، بيمتد إلى على الإطارات الأمامية والإطارات الخلفية. طبعا وظيفة البلاستيك الأسود هذا بيحمي جوانب السيارة وأسفل السيارة من الوحل والطين. كذلك نشوف موفروا شريط من الكروم اللي هي أسفل الأبواب، هذه ديكور بتعطي السيارة شكل جمالي ممتاز جدا. تعالوا خلينا نتكلم عن الجنوط. تتوفر بجنوط ألمنيوم مقاس 20 بوصة، ومقاس الإطارات هي 245/50R20، تتوفر في كل الطرازات. الواجهة الخلفية شكلها مميز ومختلف عن المنافسين، في الأعلى جناح صغير في وسطه اللي هو أضواء المكابح الإيدي. الأضواء الخلفية تيجي ممتدة لجوانب السيارة ومتصلة مع بعض. أسفلها نشوف اللي هو أضواء الضباب اللي هي عمودية مشابهة للأضواء النهارية في الواجهة الأمامية. طبعا كل الأضواء في الواجهة الأمامية والخلفية تيجي LED في كل الطرازات. الصدام الخلفي مدمج فيه اللي هو شريط من الكروم بعرض الواجهة، وأسفلها اللي هي فتحتين عادم مزدوجة في كل جانب يعطيها شكل رياضي. وكمان نشوف أنه اسم الشركة جاي في السنتر اللي هو بستون. أسفل زي ما تشايفين اللي هي كاميرا خلفية، ونشوف أنه موفروا حساسات خلفية على الصدام الخلفي اللي بيساعد في الوقوف في المواقف. باب صندوق الأمتعة يفتح كهربائيا أو تلقائيا مع ذاكرة في الطرازين اللي هي الوسط والفل الكامل عن طريق اللي هو المفتاح الذكي. مساحة صندوق الأمتعة تعطيني 377 لتر خلف ظهر المقاعد الخلفية، ولما نطوي ظهر المقاعد الخلفية تنطوي 60/40، تعطيني مساحة أكثر للتخزين. الأشياء اللي وفروها في صندوق التخزين زي ما انتم شايفين، ستارة موجودة لحماية الأغراض من الشمس اللي تخزنها في صندوق الأمتعة. وكذلك وفروا مكانين، واحد على اليمين اللي هو مكان للتخزين عميق موجود هنا، ومكان موجود هنا ومع الستارة هذه عشان تثبت الأغراض اللي بتحطها هنا في الجنب. ولما نرفع اللي هو سطح صندوق الأمتعة نشوف إنهم وفروا اللي هي زي ما انتم شايفين حقيبة الإسعافات الأولية موجودة هنا، وهذا جاكيت اللي هو الطوارئ، ومثلث الطوارئ موجود هنا، وهذه عدة تغيير الإطار السبير. طيب الإطار السبير فين موجود؟ نرفع هذا الحوض، وهذا هنا مكان الإطار السبير. هذه الأشياء اللي موجودة في صندوق الأمتعة زي ما انتم شايفين. يجي في البستون T99 محرك بنزين بشاحن توربيني وحقن مباشر 4 سلندر، سعته لترين، بيعطي قوة 224 حصان خلال 4500 إلى 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 340 نيوتن متر من 1650 إلى 4500 دورة في الدقيقة. هذا المحرك حاصل على جائزة باعتباره واحد من أفضل المحركات في الصين في عام 2019، ونوعية الوقود المستخدم هو 95، وسعة تانك البنزين 60 لتر، والسرعة القصوى 210 كيلومتر في الساعة، وزن السيارة 2225 كيلوغرام، واقتصاد المحرك في استهلاك الوقود هو 14.1 كيلومتر لكل لتر واحد، ونظام الدفع أمامي.
ويرتبط المحرك هذا بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 6 سرعات من شركة إيسن اليابانية اللي تملكها شركة تويوتا. وعملنا مقارنة ما بين محرك البيستون T99 من ناحية سعة وقوة وعزم دوران المحرك واستهلاكه للوقود، حتظهر أمامكم على الشاشة. تصميم المقصورة الداخلية عصري وحديث ورياضي كمان. المواد المستخدمة نوعيتها جيدة، والعزل الصوتي أنا أعتبره جيد جدا. يتوفر فيها فتحة سقف بانورامية في كل الطرازات. عجلة القيادة الجلد متعددة الوظائف، فيك تعدلها يدويا بالزاوية اللي تبغاها. فيها ميزة الإطالة والإمالة زي ما انتم شايفين. كل هذه المزايا متوفرة في كل الطرازات. وتوفر في T99 مثبت سرعة في الطرازين البيسك والوسط، لكن في الطراز الفل يتوفر فيها مثبت سرعة تكيفي ACC، وتتوفر كاميرا خلفية للرجوع للخلف في الطراز الستاندرد البيسك. لكن في الطرازين الوسط والفل يتوفر فيهم كاميرا محيطية 360 درجة، وزر الكاميرا موجود هنا، بس نضغط الزر هذا فتعطينا اللي هي إيش؟ اللي هي المنظر المحيطي حوالين السيارة. زي ما انتم شايفين بيعطينا اختيارين اللي هو 2D و3D. حوريكم الآن 3D، لكن 2D عندك لما تلف اللي هو عجلة القيادة لليمين، فالكاميرا الموجودة على جانب السيارة اللي موجودة في المراية الجانبية تشتغل، ولما تلفها على اليسار الكاميرا الثانية الموجودة على المراية اللي هي على اليسار تشتغل وتعطيك اللي هو المنظر البانورامي اللي انتم شايفينه هذا. وطبعا زي ما انتم شايفين توفر فيها اللي هي الخطوط هذه الموجودة الإرشادية، حتى تكون انت توريك بدقة حتى لو تقدم لقدام او للخلف تعطيك المنظر البانورامي. نجرب نشوف اللي هو ايش ال3D. نفس الشيء، هذا هو المنظر 3D للسيارة. هذه هي اللي هي كاميرا محيطية 360 درجة. الشاشة الموجودة هنا، هذه الشاشة بتعطيك تحكم بنظام التكييف، وكمان بتعطيك اللي هي الأزرير الموجودة هنا زي ما انتم شايفين، اللي هي أزرير اللي تقفل الحساسات وتفعل الحساسات الأمامية والخلفية للسيارة. هذا الأزرار اللي هو بيفعل الكاميرا اللي هي موجودة، الكاميرا المحيطية، وكذلك الإزرار هذا اللي هو بيفتح باب صندوق الأمتع الخلفي. والإزرار هذا، لما نضغطه هذه فيها ميزة اللي هو تشغيل وإيقاف المحرك عند لما السيارة توقف. هذه خصوصا مفيدة جدا لما توقف عند الإشارة أو عند المواقف، فبيساعد في اقتصاد السيارة في استهلاك الوقود. وهذا الزر اللي هو لنظام التراكشن كنترول اللي هو مانع الانزلاق، والزر اللي جنبه اللي هو نظام التحكم في النزول من المحاضرات. خلي بالكم ان كل زر هذه تعمل باللمس. ننزل لأسفل ونشوف انه هذا الازرار للتحكم وتفعيل او تشغيل اللي هو الستارة اللي موجودة أسفل اللي هو فتحة السقف البانورامية، بس بمجرد تنزلها فتفتح بالدرجة اللي انت حطيتها موجودة هنا. وهذا الازرار هذا بيفتح اللي هو ايش فتحة السقف البانورامية زي ما انتم شايفين بيفتحها. الازرار اللي جنبه هذا، هذا الازرار في التحكم في الإضاءة الخارجية. حوريكم الآن كيف يشتغل. لو رفعناه للأعلى زي ما انتم شايفين بيرفع درجة ايش الإضاءة الخارجية. كمان نروح لي اليمين نشوف هذا بيعطيك درجة تحكم في اللي هو تسخين وتهوية المقاعد الأمامية زي ما انتم شايفين، وديك اللي هو تحكم باللي هي درجة البرودة أو درجة الحرارة اللي تبغاها موجودة هنا. ننزل للأسفل ونشوف وفروا اللي هو منفذ كهرباء موجود هنا اللي هو 12 فولت 180 واط، وجنبه هنا اللي هو منفذ USB موجود هنا، هذا المنفذ USB. وفي الوسط هنا موجود اللي حاملة أكواب 2، وفيك تغلقها زي كده زي ما انتم شايفين. هذا زر البارك، وهنا زر المكابح الإلكترونية، وهذا زر الأوتو هولد. ونشوف انه موفروا أسفل مسند الذراع مكان للتخزين عميق موجود هنا،
وكمان يتوفر فيه الطراز الفل الكامل اللي هو نظام الركن التلقائي. هذا النظام ما يتوفر إلا في الطراز الفل الكامل. بالنسبة للمقاعد تيجي جلد ومقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا في 6 اتجاهات، ومقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائيا في 4 اتجاهات. المقاعد الأمامية مدفعة ومسند ذراع لركاب المقاعد الأمامية والخلفية كمان، والمقاعد الخلفية تنطوي 60-40 زي ما قلت قبل شوية. وهنا أبغى أوقف وأقول أن كل المزايا هذه بالنسبة للمقاعد تيجي وتتوفر في كل الطرازات البيسك والوسط والفول كمان، وتيجي بشاشة معلومات وترفيه كريستال ملونة مقاس 8 بوصات في الطراز البيسك، لكن في الطرازين الوسط والفل تيجي بشاشة كريستال ملونة مقاس 12.3 بوصة، وشاشة لوحة العدادات تيجي مقاس 12.3 بوصة في كل الطرازات. وتوفر فيها تحكم في البلوتوث والهاتف ونظام بدء التشغيل عن بعد وتطبيق اللي هو تي بوكس كار نت اب كونكت، ونظام صوتي اللي هو الدول رول، ونظام تكييف هواء تلقائي بالكامل، ومكيف هواء تلقائي ثنائي المناطق، وفتحة مكيف هواء للمقاعد الخلفية، وفلتر هواء تتوفر في كل الطرازات، وشاشة تعمل باللمس LED للتحكم بمكيف الهواء. واحدة من الأشياء اللي عجبتني في تصميم الكونسول الوسطي اللي هو جاي بتصميم الكونسول المعلق، وهنا في مكان للتخزين. واحدة من الأشياء اللي عجبتني في المقصورة الداخلية إنه شاشة المعلومات والترفيه وشاشة لوحة العدادات الاثنين ملتحمين مع بعض وكأنها شاشة واحدة، بتذكرني بالسيارات الأوروبية خاصة الألمانية. وكان ودي أشوف لو وفروا نظام GPS في شاشة المعلومات والترفيه. والحين تعالوا معايا نروح للمقاعد الخلفية ونشوف راحة الركوب فيها كيف. المقاعد الخلفية مريحة جدا، مساحة جيدة للرأس والأكتاف والأرجل، وكذلك نشوف إنه المقاعد الخلفية تقعد أو تجلس 3 أشخاص مرتاحين هنا في المقاعد الخلفية. ووفروا كذلك مسند ذراع في الوسط زي ما انتم شايفين، وعليه حاملة أكواب 2. كذلك نشوف لراحة ركاب المقاعد الخلفية مثل ما قلت قبل كده وفروا فتحتين تهوية موجودة هنا، وكذلك في الأسفل وفروا اللي هو منفذ USB ومنفذ كهرباء موجود هنا. وكذلك نشوف وفروا أماكن تخزين كثيرة جدا في داخل الأبواب وكذلك خلف ظهر المقاعد الأمامية. ونشوف كذلك أنه الخامات المستخدمة ودمج اللي هو الجلد بلونين بيعطي شكل فاخر جدا للسيارة. أنظمة السلامة والأمان المتوفرة في البستون T99 موديل 2022 يتوفر فيها وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، وسائد هوائية أمامية جانبية في كل الطرازات، وكمان وسائد هوائية ستائرية من الأمام للخلف، ورادار أمامي يتوفر في الطرازين الوسط والفل فقط. وتوفر فيها نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وكمان حساسات خلفية للمساعدة للرجوع للخلف، ونظام ايسوفيكس لمقاعد الأطفال تتوفر في كل الطرازات. أما بالنسبة لأنظمة التحكم في القيادة يتوفر فيها نظام مانع انغلاق المكابح اللي هو ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة المكابح اللي هي ABD، ومساعدة الكبح الطارئ اللي هي ABA، وكمان نظام التحكم في الجار TCS، والتحكم الإلكتروني في الثبات اللي هي ASP، والتحكم في السيارة على المنحدرات اللي هي HHC، وكمان نظام التحكم في هبوط المنحدرات اللي هي HDC، والتثبيت التلقائي ومكابح الوقوف الإلكترونية اللي هي EPB، والمساعدة الديناميكية على الركن اللي هي CDP، والنظام النشط لمنع الانقلاب أو لانقلاب السيارة اللي هي ARP. ونظام القيادة الذاتية المتوفرة في البستون T99 موديل 2022 يتوفر فيها نظام L2.5، وهذا النظام يحتوي على اللي هو نظام التحذير من مغادرة خط المسار اللي هي LDW، والنظام التحذير من التصادم الأمامي اللي هي FCW، والكبح الذاتي في حالات الطوارئ AEB،
والتحكم في الضوء العالي الذكي ونظام موائمة السرعة الذكية اللي هي الـ ISA وتحذير انتباه السائق اللي هي DAW والمساعدة على البقاء في خط المسار اللي هي LKA ونظام المساعدة في الزحام المروري اللي هو النظام المتكامل للتحكم في السرعة. كل هذه الأنظمة ما تتوفر إلا في الطراز الفل الكامل الليموزين فقط. الألوان الخارجية للبستون T99 تتوفر بأربع ألوان اللي هي الأسود والأزرق والفضي والأبيض، والألوان المقصورة الداخلية تتوفر بألوان اللي هي بني ورصاصي وأسود. خلونا نتكلم عن انطباع وحسيس القيادة. أنا أعرف أن معظم الناس بيسألوا عن نظام التكييف السيارة. أنا شايف أنه قوة نظام التكييف السيارة من ناحية الأداء وبرودة السيارة بسرعة خاصة في الصيف في منطقتنا لا بأس به، جيدة. النظام الموجود هو ثنائي المناطق وفي الخلف فتحات تهوية، لكن توزيع الهواء البارد جيد وسريع في أماكن مختلفة من السيارة. أداء السيارة على الطريق، طبعا الأداء هذا بيعتمد على نظام التعليق. نظام التعليق الموجود في السيارة الأمامي هو مكفرسون مستقل بعمود تثبيت طرفي، ومن فوائد هذا النظام أنه بيعطي استقرار والتصاق أكثر على الطريق وتوجيه أفضل للسيارة. ونظام التعليق الخلفي طبعا جاي متعدد الوصلات مستقل بعمود تثبيت، وطبعا هذا النظام يعطي السيارة ثبات ممتاز على السرعات العالية وكمان في المنعطفات. لكن ملاحظاتي على البستون T99، مثل ما قلت هي تنافس في فئة الـ SUV اللي حجمه متوسط، ومعظم المنافسين يجوا بنظام دفع على كل العجلات وبعضهم بنظام دفع الـ 4x4. كان ودي أشوف لو الـ T99 وفروا فيها نظام دفع على كل العجلات على الأقل. تاني شيء، في هذه الفئة معظم السيارات تيجي بصف ثالث للمقاعد، كان ودي أشوف لو وفروا فيها صف ثالث للركاب. أعزائي المتابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من تجربة السيارة البستون T99 موديل 2022 الجديدة، ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا saudiauto.com.sa. وإذا عندكم أي استفسار عن السيارة عبوا الاستمارة الموجودة في تجربة القيادة في الموقع، وإن شاء الله حنلبي كل طلباتكم. ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة، لأن الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر المسببات للحوادث. حط جوالك على الصامت وقد بأمان واحترم حق الآخرين على الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.